مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في ومنبلش بالمعلومه. وزير المال بحكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وقع اليوم على معاملات صرف مخصصات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً، وبلغت قيمة هالمخصصات 4,500,000,000 ليرة لبنانية. بعتقد حتى ولو جاء تأخير، ولكن هالمبلغ هيدا بعتقد بيقدر إلى حد ما يكون أقدر فلس الأرملة هؤلاء الأسر يلي هن بحاجة اليوم أكثر من بكرة لأنهم يعيشوا على القليلة بكرامتهم. متابعة. بمتابعتنا نحن على اتصال مباشر بمدير عام تعاونية موظفي الدولة دكتور يحيى خميس، يعطيك العافية. أهلا ستبك. يعني قبل الثورة وقبل حكومة تصريف الأعمال أنجزتوا كافة ملفات المعاملات المرضية والاستشفائية والمخصصات للموظفين، وكان يومتها التأخير من التحويل من إلى المالية. اليوم كتار عم بيسألونا أنه بالانتظار بعدهم، هل في شيء جديد على هذا الصعيد؟ نعم، كما تفضلت إجاريا المعاملات تقريبا بمعظمها منجزة، طبعا اللي عاد يجي جديد عاد يتم إنجازه. ألو، عم بسمعك، تفضل دكتور. وإجانا أسبوع الماضي 40 مليار، نعم، ومبارح وصلنا كمان مبلغ 20 مليار. طبعا نحن دغري بس يجينا شيء عم نمشي نحول إلى أصحاب العلاقة، إن كان مستشفيات أو موظفين، مساعدات مرضية ولا منح تعليم إلى آخره. طبعا بعد بين أيدينا مجموعة لا بأس فيها. يعني هال 60 مليار من أصل قدي يعني كان ما توصلت يعني، نعم، ما هو منجز يعني من معاملات. نحن تقريبا موازنة 2019 يعني مساهمة الدولة عنا بعد في إلنا شي 266 مليار. يعني تصوري قدي يعني 60 مليار بعدنا أقل من الربع. أي. يعني 1/50 يمكن، 1/50. الأولوية لمين رح تكون؟ رح تمشوا يعني كيف عم نمشي بارالل على كل، لأنه كله أولويات. يعني عندنا الدواء أولوية، المستشفى أولوية، لأنه إذا ما دفعنا للمستشفى طبعا بصير في عوائق عند المرضى. صحيح، إذا ما دفعنا للمرضى بيبطل فيهم يجيبوا أدويته، أربية الأمراض المختصة، منح التعليم إذا ما كمان سددنا في جامعات كثيرة. هو للصراحة كله أولوية، كله أولوية، وهي تراكمات يعني. نحن بشكل تسلسل زمني بدون أي انحراف عن هذا المسار، يعني عشان ما يكون حدا يأخذ على درب حدا، بالتسلسل الزمني وفقا لوصول المعاملة لعنا. وبهذا الإطار عم نشتغل بشكل متوازي على كل الأصعدة. يعني دكتور فينا نقول أنه يعني هلأ هل 60 مليار إلى حد ما بتسند خابية، ولكن في يعني المطلوب أكثر، يعني باقي حوالي 260 مليار هودي بالانتظار. في شيء ممكن قبل العيد مثلا؟ إن شاء الله، أو إن شاء الله. يعني دائما نحن عم نشتغل في تفاهم، في محاولات يعني لضخ مزيد من التحويلات. أنا يعني فيني أقول إنه انفرجت شوي إن شاء الله، وأنا بطمن يعني إنه تصور ما في حدا إنما حقه بيوصله قدر الإمكان يعني. كتير منيح. أو تحويل الأموال اللازمة. يعني المهم إنه ما نوصل لوقت إذا واحد بده يشتري دواء ما يشتري، أو إذا عنده استشفاء أو مرض مستعصي ما يتحكم أو ما يدخل مستشفى، يعني هيدي شغلة. لا إن شاء الله ما إن شاء الله لا. أنا بشك يعني في إيجابيات، بدنا نقول بالرغم من كل السلبيات اللي عايشين فيها، لا في إيجابيات وإن شاء الله خير. نحن مع كل جديد أكيد بطمن المواطن، خصوصا بالقطاع العام لناحية تعاونية موظفي الدولة. شكرا لك دكتور يحيى خميس. كمان اتصالاتكم مشاهدينا رح نخدها على 04-444-444. بيخد أول اتصال لليوم. ألو، 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 تفضل. إيه؟ تفضل. ألو، تفضل. إيه؟ ألو، مشو أنا معك، تفضل. معك استاذ غطاس مدور.
أهلا، حضرتك بتمثل الأساتذة المتقاعدين في التعليم؟ رئيس رابطة المعلمين المتقاعدين بالتعليم الأساسي الرسمي. صحيح، تفضل أستاذ غطاس، تفضل. وطي التلفزيون من عندك حتى ما يصير في روتور. تفضل أستاذ غطاس، شو عندكم؟ نحن تفضل. بداية يعني بدنا نشكر الست رابيكا باسم كل الأساتذة والمعلمين، وبدنا نشكر الام تي في، إذاعة الام تي في عبركم. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا نفوت دغري بالموضوع، شو المطلوب هلأ؟ الموضوع نحن موضوعنا عندنا أكبر مشكلة، يلي هي مشكلة المادة 18 من القانون 46 على 2017. نعم، يلي بلشت من 21 آب 2018. صحيح، يوم نهبونا ونهشوا حقنا بضرب هالمادة هاي. صحيح، نزلنا على الساحة، رفعنا شعارات وجه المسؤولين وقلنا لهم منطالب باحترام القانون، منطالب بفرض عدم فرض ضرائب على المعاشات التقاعدية، بدنا تأمين المستحقات التعاونية. وهلأ تفضلتي وكنتوا عم تحكوا مع دكتور يحيى خميس وهيدي بادرة، يعني هلأ 60 مليار من أصل 261 إلى حد ما بتسند خابية، يعني حاسك بتسند خابية. صحيح، نعم. طلبنا بمحاربة الفساد، بإقفال مزاريب الهدر، باسترداد الأموال المنهوبة، نعم، بصيانة موارد الدولة حتى نقدر ناخد حقنا. نعم، نحن أهم شيء هالمادة 18 يلي نرفض بموجبة معالي وزير المالية. نحن منضل نحترم الأشخاص ومنعطيهم الصفة اللي بيستحقوها، بس بطلوا برأينا يستحقوها. منقول معالي وزير المالية خالف القانون بهيدي المادة، لأنه هيدي المادة لذكر شوي المشاهدين أنه ما قطعت بالمجلس النيابي، إنما قطعت بقرار من الوزير، مش بقرار، بمذكرة، بمذكرة، ببيان، ببيان كمان، ببيان، بيان. هي مفروض تقطع بمجلس النيابي، ما قطعت، ببيان ما إلو إيمي، ما إلو إيمي. طيب هلأ عمليا أستاذ غطاس، عمليا يعني هلأ في تحرك مع هالثوار أو في طبعاً. نعم، نحن طبعا نحن هالمطالب اللي عم يطالبوا فيها الثوار نحن حملناها قبلهم. صحيح، ونحن مبدئيا حقهم. نعم، بس طبيعي نحن بنتحرك بطريقة حضارية. نعم، نحن تحركنا بطريقة حضارية. يعني هلأ في تحرك شيء أو في موعودين بشيء أو شو؟ يعني أنتوا عم بتطالبوا هلأ بإلغاء هذا البيان؟ طبيعي نحن بنطالب بإلغائه كليا، بإلغائه كليا، ومنطالب أكثر من هيك، عن نطالب أكثر من هيك، عن نطالب يرفعوا إيدهم عن القضاء، لأنه نحن رجعنا للقضاء. نعم، نحن بحال الحضارة وبالاستئاف رجعنا للقضاء حتى يعطينا حقنا، القضاء اعترف لنا بحقنا. لكن هيدا الشيء بنرجع لمين؟ لمجلس شورى الدولة للاستشارات، لوين انتوا رحتوا؟ رجعنا لمجلس شورى الدولة. نحن رجعنا لمجلس شورى الدولة. يعني استاذ غطاس اليوم بانتظار بانتظار هلا نيما سيصدر عن مجلس شورى الدولة، وعلى هذا الشيء اكيد يعني بيكون اذا بدي الفصل، اذا بدي اقول اذا هل بيان سيستمر او ستلغى. بدي اوضح شغلي. نعم، نحن عم نطالب اهم شيء انه يرفعوا ايده على القضاء، لانه القضاء اعترف لنا بحقنا. صحيح، دولة رئيس مجلس النواب اعترف لنا بحقنا. نعم، مع ولكن هلا المطلوب تطلع بشكل رسمي مجلس شورى الدولة. بس نحن بدنا نقول كمان انه عم يعملوا موازنه 2020 وما جابوا سيره الحق هيدا. نعم، هيدا قانون عم بيطالبوا كل النواب باحترام القوانين. صحيح، كيف بيطالبوا باحترام القوانين ويلغى قانون وقعوا عليهن؟ يعني بدنا نطالب سعاده النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنه المال والموازنه يلي اليوم منكب صباحا ومساء لانجاز الموازنه 2020 بضمن المهال. استاذ غطاس، نعم، منطالب نحن انه يكون الغاء القانون ضمن موازنه 2020. يعني هي كمان بدها تحرك باتجاه لجنة المال والموازنة اللي عم تدرس هلأ كمان الموازنة. أنا بدي أشكرك لأنه بدي أخذ حدا تاني معي على الخط كمان. أستاذ غطاس شكرا لك، منتابع كمان مع اتصال جديد. ألو. ألو، أهلا مسيو، يعطيك العافية. أهلين. أنا بيع في إربان وولزبكن من 1995. إيه، 2010 بيع عمل وكيل بيع ورفع مسؤولية. اوكي، وين عند كاتب العدل؟ ايوه،
ما بقى لها، هي صالحة لشهر. ايه ال 2010 بيجيني انه عليك، انا ما بعرف شو، طيب بيجيني انه عليك مكانيه 15 سنة. مزبوط. تذكرت انا في عمي، انا ما في لي دائما من يعني ما عندي انا رمضان والله ما بعرف. طيب لقول لك شغله، بعد يعني بيعه هو يعني بعد على اسم اللي حضرتك بعته اياها. خلي كمل لي، خلي كمل لك مش طيب. لانه انا خلصوا معي الدولارات. طيب يلا لك ظلمه. انا قلت لنا يا عمي انا بيعي من 15 سنين وانتوا هلا جايني عليه، لو سنه سنتين ممكن انت على المكانيك انا بس انا بيع هون وكيل صوره في المسؤوليه. نعم. وبيع شري وكل شيء عني بيع. ايش شو الشكوى يعني؟ بالنيه بالعمي. نعم. شو الشكوى بالنيه بالعمي؟ كل شيء. ومرقت على رقم 2 تبع البنات بدي اشتري بوصه منعونه. لا أقول لك ليش، لأنه لما بعتها بال2010 يلي بعته إياها بعد على اسمك أنت، ما سجلها على اسمه. هو من وان سيفر أجنبي. نعم هو أجنبي. ما في، ما بتعرف عنوانه بعده. خليني أتفهم، خليني ساعدك. موجود بلبنان بعده هذا الأجنبي ولا لا؟ في تواصل معه ولا لا؟ وين بيع من يعرف؟ طيب اذا بتقوم بيع الفرد الثقيل هلا بالنسبه للنافعة، توجهت للنافعة لتعرف شو مصيره اذا ما عدا باسم مين؟ انا وبدي سجل البوسطه ما خلوني. لا خليني اترك لي رقمك لنساعدك. لاقول لك شغله، نعم نحن عنا رقمك هلا بنرجع بس نخلص من ساعدك بشغله. هذا موضوع بدك تروح فيه على النافعة تشوف شو بيقولوا لك طريقه. اذا الشاري ما سجلها باسمه بقيت على اسمك وهو سافر، لنشوف اذا في استرحام، اذا فيك تستفيد. تعرف مال الدوله ما بيروح محل، اذا بتحطها انقاض، اذا ما بعرف يعني. هيدي بدك تشوف مع دائره السير شو بيقدروا يلاقوا لك حل لهذا الموضوع اللي انت مش مسؤول عنه، لانه بال2010 كانت تخدم اكثر عند كاتب العدل قضيه رفع المسؤوليه. اليوم لا، من بعد قانون السير شهر ومن بعد شهر بيصير يتراكم كل شهر غرامة معينة، من هيك تراكمت عليك الأمور. عرفت كيف؟ فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا وباخد اتصال جديد. ألو بونجور مدام، كيفك؟ منيحة الحمد لله. وانت؟ عم بحضرك على الهواء والله يخليكم يا رب. تفضلي. انا عندي سيارة بويك سكايلار كان. نعم. اسمي يعني سهام. نعم. حمادي. نعم. ام بوليس بلدية ام قال لي خيي عنده كراج وبصلح لك اياها وعنده سيارة مثل للكسر. نعم. بيشيل الفيتاس هيداك بيحط لك اياه بسيارتك. نعم. وبوثر عليك. قلت له ايه والله كتير منيح. وحياتك. واعطيته المفاتيح انا بايدي والدفتر بقلبه. إيه انه اخذها على البقاعه وما رد لي اياها. شكيت عليه، رحت على المخسر يقولوا لي انه عملتي له وكاله. قلت له حدا بياخذ سياره على الكراج بيعمل له وكاله؟ كيف هيدي؟ شكيت بالنيابه العامه، كاتبوا انه بينحبس بيتوقف لكان حدا جاب لي السياره ما وقفوه. إيه؟ من اي متى هيدي القصه؟ لك إلا شيء 3-4 سنين بس انه انا ما عم لحقته ما عم بيعطيني اياها. اخر شيء ماني قدراني كنت اتشكى وحط محامي، بس اخر شيء والله شكيت وحطيت محامي. طيب هيدا البوليس ما معروف اذا بوليس بلدية، معروف باي بلدية؟ بلدية الزلقة. طيب من حكى مع الرئيس؟ من عرف؟ حكيت مع الرئيس قال لي روحي تشكي عليه. طيب هلا اني شكوى بعدها قائمة، بس هو وين هو يعني؟ هو عم يشتغل بوظيفته يعني بلدية الزلقة، يعني هو بوظيفته. قال له ما عادش يرد علي، روح تقبرم عليه ما لقيه. طيب والمحامي شو عم بيقول لك؟ المحامي انه قدمت دعوة انا وليكي شو صار هلا. ايه مش من زمان قدمت الدعوة؟ بلا قدمتها بالصيف او للصيف. ايه شو بده يصير هلا؟ ماشي المحاكم و والله ماني عارف. بلا جاي شوف المحامي. لا جاي شوف المحامي لانه سهل الوصول، خصوصا اذا موظف بلديه يعني بوليس بلديه. نعم. يعني بيقدر واحد يحجز له معاشه. انا بتعرفي خيو شو قال لي بالمخسر؟ قال لي اعملي لي وكاله سواقه. قلت له يا زلمه بدي سيارتي انا، شو بدي اعمل لك وكاله سواقه؟ انا ابن بنتي مع بطاقه معاقين بدي اخذها وجيبها. أنا بدي سيارتي مش مضطرة يروح بالسيرفيس ما فيها تطلع تاكسي. أكيد. أي قال لي إيش بعمل لك؟ قلت شو بتعمل لي؟ بتجيب لي سيارتي؟ لا يعني اليوم نقدر نعمل لأنه معروف من هو، لأنه مسافر ولا إنه يعني معروف مين؟ دبوس.
طيب هيدا الموضوع اسمه علي حسين دبور عال هيدا الموضوع بيقدروا يحجزوا له على معاشه بيقدروا بده المحامي يتوجه بشكل رسمي على بلدية الزلقة ويمكن يعني هون مع البلدية أو وزارة الداخلية إذا رئيس البلدية ما عمل شيء يعني هذا موضوع أنا بفضل أحكي مع رئيس البلدية لشوف إذا عارف بقضيته أو شو هو الإجراءات بس مدام عندك يعني مدام عندك محامي مدام وتكلفتي وحتى محامي ما في حدا معه دولة ما في قانون بهالأيام هيدي ما بقى حدا يقول معه الدولة وضد الدولة اليوم صح الثورة صح ونوجدت حل ما حتى ما يخاف المواطن أنه يشتكي أنه يطالب بحقه لك ما أنا أنه ماني قدراني كنت حط محامي هلأ حطيت المحامي شغل المحامي بهذا الموضوع أوكي نعم أهلا وسهلا ما فيك تفيديني أنا بشو بقدر فيدك يعني أنا عم سهل لك الموضوع مادام حطيتي محامي عليه هو يتحرك شوي بس ما حدا يقول لك هلأ ما في محاكم لا ماشي الأمور كمان اتصال الله شاربة نعم تفضل مسيو ألو مرحبا أهلا كيفك مدام ربيك الحمد لله بدي أقدم لك الشكوى لنشوف شو بتزبط يلا نحن بننزل على المطار أنا شوفير تاكسي من 56 سنة إيه بعده قيار المطار يعني شو بدي لا بدي لا هلا بننزل على المطار بنوقف في الباركينج بتدفعوا مثلكم مثل كل الناس ندفع بدنا ننزل نجيب العالم عن الهيدا بدنا نظهر من الباركينج بدو يرجعوك عند الجيش في حوالي الباركينج في كتبر بس مفكرينا ببلوكات بطون ليه هيدا موضوع اخر بيرجعوك عند الجيش وعند الجيش بيكون عجقه يعني بتحط ما بعرف ربع تانك بنزين بس تظهر من الباركينج انه شو هالفيلسوف اللي سكرها ليش بده يسكرها بلكي امنيا هلا بهذا الشيء اللي عم بيصير لا من قبل هيدا مدام طيب خليني اسال بعدين نعم بعدين لما بتنزلي بدك تاخدي الركاب من تحت نعم تركين الرصيف واخدين ثلاث امتار وحاطين خوازيق اودي طيب ليه؟ طيب شو هالفهمانين اودي ما بعرف كيف بهنزلوا هلا بموضوع الباركينج بدي اشوف مع اداره المطار شو كان يعني شو المغزى منها تيسكروا ويعذبوا العالم يطولوا لهم هالمشوار يعني ويظهروا ما بعرف خليني اشوف مع المطار شو ما في مبرر ما في مبرر ما هيك بقى انا بدي اشوف هلا نيه مع اداره الطيران اداره المطار عفوا رئيس المطار لشوف ليه متخذ هذا التدبير وبجاوبكم يعني للحقيقه في قرارات تتخذ مرات يعني بدل ما تسهل أمور الناس بتلبك أمور الناس أكتر يعني اليوم بمطار رفيق الحريري الدولي لما ممنوع نوقف حتى يسهلوا دغري الوصول يعني ما توقف سيارات بس مش كمان لما واحد بيطلع من البارك بده يعملوا له كل البرمة يطلع ما هني كله بده الشيء ويتسهل ويطلع عكل حال هذا موضوع من تابعه مع المطار هون بدي أقول ما بعرف إذا في تليفون طيب خليني أقول أنه مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ببيان أصدرته دعت المشتركين تسديد بدلات المي المترتب عليهم على العام 2019 والأعوام السابقة إلى الجوبات المختصين أو لدى صناديق المؤسسة بدوائر التوزيع التابعة لها بمهل أقصاها 27/12/2019 وذكرت المؤسسة أنه انطلاقا من تفهمها للظروف الاقتصادية الصعبة أصدرت قرار بإعفاء المشتركين من غرامات التأخير على بدلات الأكثر اشتراكات بنسبة 90% لغاية تاريخ 31/12/2019 وأتاحت تقسيط البدلات المتأخرة المترتبة عليهم من عن الأعوام السابقة بعد تسديد رسم اشتراك العام الحالي وعلى دفعة يعني اليوم عم بيصير في تسهيلات هلأ أنا اللي بدي أقوله للمواطنين كلنا بنعرف وضعنا اللي قادر يدفع يدفع يعني يدفع ما يتوقف عن الدفع باخد صورة اليوم مؤسف جدا يلي عم شوفه هيدا بطرابلس للصراحة يعني نحن بأزمة اقتصادية خانقة صحيح ونحن كمان ما بنعرف فايتين على مجهول بموضوع الأمن الغذائي ولكن أنا أرى يعني سيد بمقتبل العمر واقف عم بفتش ببرميل الزبالة هاي سيدة
هذا مش مستحب إطلاقا. من هيك بدي أدعي للتضامن بين بعضنا أكثر. ممنوع حدا يجوع، ممنوع فقير يوقف بعد أمام سلة مهملات. بنتقى الأسبوع المقبل دايما مع الـ MTV الحل عنا. إلى اللقاء.